دول قال اللي بيت يلا 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 لا حول يا يا متقاعد جاتك 60 نصيبه فكرتني بايامك السودا. مروان مالك يا حبيبي؟ فيه ايه؟ مفيش. الواد اللي بعته يقتل الشيخ جاسم لغاية دلوقتي ما ردش عليا ومش عارف اوصله. يوب يلا على معلم. حاولي تاكلي حاجة وتنامي شوية لأن بكرة هيبقى يوم تقيل عليك، نيابة وتحقيقات وقرف. فارق معاك أوي يومي هيبقى عامل إزاي؟ أكيد طبعا. أنا آسف يا هايدي. على إيه؟ على الوضع اللي انت فيه دلوقتي، بس صدقيني انا مش مسؤول عن الوضع ده ولا حتى انت. احنا الاثنين كنا مضطرين لكده. انت معذور يا علاء لانك ما حبيتنيش كفايه عشان تصدق اني مظلومه وتقف جنبي لحد ما اثبت براءتي. كل اللي كان همك انك تطبق عليا القانون. يا هايدي انا حسبت الموضوع من كل الزوايا وخسرت صاحبي ترقيه عشان ما يقبضش عليكي وانت هربانه ويسيبك تسلمي نفسك. دلوقتي الوضع سهل انك ممكن تخرجي بكفاله. كل الموضوع ان احنا هنستنى اجراءات النيابه. صدقني ما بقتش تفرق لما كل الناس اللي بثق فيهم بيخونوني، يبقى خلاص بره زي جوه. يا هايدي ما تحملنيش فوق طاقتي، انا واثق في براءتك مليون الميه، بس واثق برضو ان البراءه دي مش هنقدر نثبتها غير عن طريق واحد بس، هو ده الطريق اللي انا ماشي فيه دلوقتي. مروان هتعمل ايه؟ ها؟ في ايه؟ في حكاية السفر. سفر ايه؟ ايه يا حبيبي؟ مش انت قلت ان احنا عاوزين نسافر بره اليونان؟ اه بس لا انا قلت اجله شوية. طيب ماشي. مال؟ لا مفيش ولا حاجة. مفيش ايه؟ وانا مش عارفك. في ايه؟ أصلي الصراحة كنت عاوزة أقولك على حاجة بس خايفة منك. لا ما تخافيش وقول. خلاص يا حبيبي ملهاش لازمة دلوقتي. خلاص الله انت اتجننتي ولا ايه؟ بقولك في ايه؟ خلاصي يا حبيبي. خلاص ساعة ما أحس نفسي ان انا مش خايفة منك هقولك. خلاص يا بيبي. بيبي ولا بعبع؟ خلاص براحتك. نخش اريح. ما هو قولك فيما ورد بتحريات المباحث من استيلائك بالمشاركة مع زوجك المدعو مروان أبو عرب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي من المال العام؟ أنا ما استولتش على حاجة، ولو تبعت وخدت سير الفلوس بعد ما مضينا ورق البنك هتلاقوا أن طليقي مروان أبو عرب اشترى سندات وصكوك باسمه بقيمة المبلغ ده، وقدر عن طريق السندات دي أنه يهرب كل الفلوس بره البلد. المحامي بتاعي نادر عالم الدين قدم ورق بالكلام ده. يعني أنا زي البنك وقعت ضحية عملية نصب من مروان أبو عرب. لكن حضرتك موقعة على أوراق البنك مع المدعو مروان أبو عرب بالمسؤولية المشتركة على رد قيمة الضمان، وده طبعاً بغض النظر عن طريقة التصرف في الأموال. ما أنا قلت لك إن أنا كنت ضحية عملية نصب من مروان أبو عرب. ما قولك في اتهام المباحث لك بالهرب وعدم الامتثال للعدالة وفقاً لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقك من النيابة؟ حضرتك أنا عديت بظروف نفسية صعبة بسبب الطلاق وبسبب عملية النصب اللي أنا تعرضت لها، فما كنتش قادرة أتابع الإجراءات القانونية، ولما تابعت وعرفت أن لازم أسلم نفسي جيت وسلمت نفسي بكامل إرادتي. هل ترغبين في انتداب محامي للدفاع عنك في القضية؟
أنا قلت لحضرتك أنا عندي محامي دكتور نادر عالم الدين، بس هو دلوقتي في مهمة برا مصر وهيرجع قريب إن شاء الله، وأول ما يرجع هيتابع القضية. وأقفل المحضر في ساعته وتاريخه، وتحبس المتهمة احتياطياً لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، ويراعى التجديد في حين. توقيعك بعد إذنك يا ملك. اللي انت عاملاه في نفسك ده متنكره عشان لو شافني معاك ما يعرفناش. يا حلاوه، واللي يتنكر يتنكر بالشكل ده؟ يو اللي عرفت اعمله بقى، انتوا هتتقمروا كمان. بقول لك ايه، انا ركب امبارح كانت بتخبط في بعضيها فايبريشن كده وهو داخل عليا. فايب ايه؟ فايبريشن بالنون، فايبريشن. يا اخويا احنا في ايه ولا في ايه؟ وبعدين مدينا هول بيستو وحطيت الاحمر والاخضر والفوشيا والبرتقاني، ولا بص له عبرني حد. ما هو مش من أولها يا كوريا، ما انتيش جوليا روبرتس يعني. مين؟ مريم فخر الدين. صب، هو لو كان دخل علينا مبارح وأنا متسحولة كده ما كان زماني وقعت بالكلام وكان وقعتنا هتبقى طيب. ممكن تهدي وتطمني خالص. مبارح كان في واحد قاعد على الترابيزة اللي جنبكم تبع عماد، يوناني بيتكلم مصري زي كده بالظبط، وبيشتغل في سفارة مصر في أتينا، وكان قاعد رامي ودن على الترابيزة بتاعتكم وسامع كل حاجة. ولو كنتي عملتي اي دروب او حصل اي مشكله كان هيتدخل باي شكل ويغطي عليكي، بس احنا ما رضيناش نقول لك عشان ما تقعديش تبصي له وتفضحينا. والنبي ولا خدت بالي انا كنت في ولا في ايه. عموما دلوقتي مروان بلع اول طعم. انا عرفت انه سال واحد من الجرسونات عليك انت وعماد هناك، وقال له انك معاكي فلوس كتير قوي، ورسمه الدخول اللي رسمها لك عماد على مدير المطعم، والمعلومات اللي سربها للجرسونات بانك مليارديره جاب نتيجه كويسه قوي. عشان تعرفوا بس ان مش الست جولي لوحدها اللي حت، احنا برضو لو حبينا نبقى قزاز بنبقى، بس هي النفس. ده مش مهم دلوقتي يا كوريا، المهم ان العين هتبقى عليكي، ولو حد شافنا مع بعض كل اللي احنا بنعمله هيبوظ، فانا لازم اسيبك لوحدك. يا لهوي، انت هتبيعني يا دكتور؟ ابيعك ايه وانتي سلعه؟ مش هينفع نقعد مع بعض في نفس المكان. انا حجزتلك في انضف وافخم اوتيل في اليونان، حجزتلك لوحدك، لان طبعا مستواك المادي ما ينفعش ان انت تبقى قاعده في نفس المكان اللي احنا فيه ده. والواد اللي اسمه مروان ده سو، وهيفضل يدور ويدعبس عليكي لحد ما يلاقيكي، ولو عرف ان انا نازل معاكي الاوتيل يبقى شكرا من كل اللي احنا بنعمله. نهار اسود، يعني انت هتسيبني اقعد في لوكاندا لوحدي يا دكتور؟ انت مش هتبقي لوحدك في اي حته خالص، انا هبقى متابعك طول الوقت، وبعدين لسه في حاجات كتير قوي وتعليمات لازم اقول لك عليها، بس كل حاجه في وقتها يا كوريا. ماشي. ايوه، يعني احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ طيب كريمه حسن محمد افندم، ايمان ابو ضيف افندم، عواطف علي افندم، زينب محمد، اسالات محمد. اسمك كريمه ايه؟ مش كريمه، انا اسمي هايدي. انا بقى محصوبتك الونس، جايه في ايه يا هايدي؟ انا جايه في العربيه الزرقاء الكبيره دي اللي جابتنا كلنا. نعم يا رحوم امك، ما انا عارفه ان انت جايه في العربيه دي. تومتك ايه؟ هببتي ايه؟ شبت مستجده ولا ايه؟ لا والله انا مش مستجده، انا ما عملتش حاجه، انا مظلومه. ما كلنا مظاليم يا اختي. فكرت انت وهي افندم. اظن انا بقى كده كفايه او 100 اخر 14 حاجه يا قمر. جبت كده في الحته النظيفه دي عشان ما اطلعلكيش في الشقه وتقفشي عليا تاني زي المره اللي فاتت. ابن اصولي يا عزوز، بس ايه العباره؟ يعني مخرجني ومقعدني في حته غاليه؟ ما اللي احنا هنقوله هنا كنا قلناه بالليل في الكباريه. لا بقى يا عنايا، انا مش نافعني كلام التخاطيف اللي عمال يمط زي الاستك رايح جاي ده. انا جبتك هنا حبه قلبي عشان اقطع مسيح. انا مش مستريحه لك يا عزوز، عايز ايه؟ زي ما قلت لك قبل كده يا حبيبتي، انا رايدك على سنه الله ورسوله، وانا لحقتي لمره ولا عيب، يعني انا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس. وانا بقى الجواز النمره كام بالصلاه على النبي؟ الله، هو بالنمره نجمه مصر؟ ولو بالنمره انا هريحك، انت النمره الاخرانيه اللي مفيش بعديها. وقلت الكلام بقى الحلو ده لكم واحده قبلي يا زيزو. الله الله الله، زيزو يا صلاة على النبي، يا صلاة على النبي، طالما قلت زيزو خلاص ده باسم الدلع، والدلع ده علامه الرضا زيه زي السكوت بالظبط. وانت بقى يا حبيبتي لا في لا قبلك ولا بعدك، انا جاهز اكتب عليكي وقتي لو حبيتي. يعني جاهز جاهز وقتي؟ يبقى قبل كتب الكتاب انا ليا طلبين.
من العين دي ومن العين دي، طلب من دي وطلب من دي. الزفت اللي اسمه سوكا ده قلب عليا، وانا ناني اللي ما يتقلبش عليها. خلاص يبقى هو كده قفل عداده معانا، الليلة اخر نمره ليه في المحل. لا 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 مش للدرجات دي، انا برضو ما احبش قطع العيش. ده غير ان هو اللي بيسخن الصاله والزباين، انا عايزاك بس تقرصها له بس كده. عيني ده تأمر يا قمر، ده انا هخرمها له وعلق له فيها حلق كمان. غمض العين دي واديني التانية. اهو الطلب التاني، انا عايزك تأمن لي مستقبلي وتكتب لي نص الكباريه. نص ايه؟ مالك وشك قلب كده زي اللي عدوا كلب في الزحمة؟ ايه نص الكباريه؟ هو انا مش هشاركك في عيشتك يبقى كله شرك؟ واكتب لك ليه يا ناني؟ الله يا بنت الحلال، لما هنتجوز هيبقى كله ملكك وبتاعك، ده انا نفسي بشحم ولحمي هبقى بتاعك. ننصص ليه يا ناني؟ اللي اوله شرط اخره كشاف يا عنايا، وده شرطي. وقت ما تبقى جاهز وتقول امين اقول لك زوجتك نفسي. سلام يا زيزو. وانت امير الانجليزي بتاعك كويس ولا تعليم مجاني زينا كده؟ لا الانجليزي بتاعنا باهي برشا. ايه باهي برشا؟ انا هتبقى مشكلتي معاك في العرب على فكره. بقول لك ايه يا امير، المشوار اللي احنا رايحينه ده كله قلق، فعايزين شغل نضيف، حاجات انيسه يا بيت دي. ها انا الشيخ جاسم شكر لي فيك فما تصغرهوش. اوكي مشيت معاك. ايه مشيت معاك نهار اسود ومنيل. تعالى يا امير. يا رب يا ساتر. سلام عليكم. انت هتفضل بصيت لي كده ولا ايه؟ ما تشوف لنا مستر اندرو فين؟ وريز مستر اندرو. لا يا شيخ ما فهمتش انا، تعالى. صباح الفل، قول له صباح الفل. جود ايفنينج مستر اندرو. جود ايفنينج سير. قول له ابراهيم كبداكي، يعني زي كنتاكي كده عندهم، شاب مصري جدع. هيز نيم ابراهيم كبداكي، سيم لايك مستر كنتاكي. ايجيبشن جود مان. هاو كان اي هيلب يو؟ شنو تحب منه؟ تصدق انا فاهم الانجليزي بتاعه اكتر من التركي بتاعك ده. بقول لك ايه؟ قول له ان هو اللي عاوزنا وانه كمان هيطلع بمصلحه عسل. وي كام تو هيلب يو اند وي هاف سمثينج فور يو. فور مي؟ خلاص فهمتها فهمتها. قول له كمان مش انت مروان ابو عرب لما مؤاخذه علم عليك في المازه وطلع منك مليون ونص يورو؟ مروان ابو عرب تشيتد يو اند توك فروم يو 1.5 مليون يورو. ذات كوريكت. هاو ديد يو نو؟ قول له ان كبداك يعرف الكفت لمؤاخذه. الكفته؟ يا امير الكفت يا امير في ايه؟ قول له ان كبداك يعرف الكفت وانه راجل وجدع و100 100. هي نوز ايفري ثينج. خلاص كده؟ نعم. قول له كمان ان انا هرجع له فلوسه كلها. You will return all your money. How؟ فهمت. بس قول له ان انا مش هرجع له فلوسه لله وللوطن، واكد على لله وللوطن دي. It's not free. انت بتخنصر في الترجمه ولا ايه؟ ها؟ في ايه؟ هي كده الجمله؟ نعم. I can pay him percentage. يعطيك نسبه. لا قول له ان انا مش عاوز فلوس. He doesn't want money. وانه هياخد كل فلوسه متأستكين. متأستكين؟ ابعت اجيب مترجم بيني وبينك يترجم لنا ولا اعمل ايه في الليله السودة دي؟ ترجم. We will return all your money. So what he want for that؟ شنو تحب منه؟ قول له مقابل خدمه هبقول له عليها بعدين. He need a service from you. ومش هقول له عليها دلوقتي، بعدين. He will tell you about it later. No problem, but the service must be legal. تكون قانونيه. لا قانونيه لا. بص بقى في دي وانت بتترجم له، ها برق له برق له كده وقول له ان كبداكي ملوش في الشمال وانه راجل زي البرلانت. برلانت؟ يلا يا امير يلا. يلا الو سندس بتسلم عليكي كتير، بتقول لي جمالات وحشاني، عاوزاكي تعملي بيض لسعد. حبيبتي يا سندس وحشتني قوي. هايدي ان شاء الله كلها كم يوم وعدوا ايه معانا. مش عارفه اقول لك بصراحه. علاء هو اللي سهل لنا امر الزياره دي، هو اللي عمل الاجراءات وقام بكل حاجه. هي صح ساعدنا كتير. بعدين يا راجل ما تحسش انه ظابط خالص، تحس انه دكتور، ودكتور سنان كمان. نادر اتصل بيا وقال لي ان عنده محامي اسمه هاني هيبعتهولك يحضر القضيه ويحضر التحقيقات، وهيفضل كده بالتليفون ويبلغه لحد ما يجي. انا خلاص يا بابي مش قادره اصدق حد، انا تعبت من البهدله دي وعايز اخرج باي شكل. عايز اقول لك حاجه، كوريا كلمتني بالتليفون وقالت اخالي الغربه قرصاني، بس انا مستحمله كل ده عشان خاطر هيدا هانم. ربنا يجعل الحل على يدها ان شاء الله. وحشتني المجنونه، بتحبك كتير. وانا كمان بحبها. يا رب بقى كده ترجع بالسلامه ونخلص من القرف ده. ايه بقى اللي انت كنت عايزه تقوليه وخايفه تقولهولي؟ خلاص بقى يا مروان سيبني، طب ما انا اقولك لوحدي. ماشي
انا مش فاهم، مش فاهم ازاي سمعت كلامك وما جبتش البودي جاردات. اديكي شايله الحاجه وسنداني لغايه العربيه. بصراحه كده انا مش طايقاه وخايفه منهم، وبعدين ايه لازمته البودي جاردات؟